عليكم حبايبي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين، تكونوا بخير وعلى خير. هانا رجعت لكم تاني فيديو جديد، ولكن فيديو مغاير، ماشي فلوق وماشي شهيوه. هذا النهار غندير لكم واحد الجوله في المطبخ ديالي، حيت كانوا طلبوني عليها شي ناس، وهنا لبيت لكم الطلب ديالكم. غير تعطلت لحقاش كانوا عندي شي تعديلات، غادي نوري لكم شنو درت. بسم الله. بالنسبه للبنات لهاد البلاصه، هاد البلاصه دايرها هنايا ديال الكلاس، دايره واحد جوج فتايات، واحد صغير وواحد كبير. دايره هنايا طابله على علاش كناكلو، حيت هنايا كنتغدا هنا، نتعشى هنا، نفطر الصباح. دايره هنايا هاد البابي بان، هاد الكاغط ديال الحيط. دايره هاد الديكورات كما كتشوفوا. بالنسبه للتعديلات اللي كنت قلت لكم، كنت درت هاد الطاجيره هنايا، دايره هنايا تحتها هاد الضو كما كتشوفوا. يعني من شي مرات كديرونجيني الضو الكبيره، كندير غير هادي. وصراحه هاد اللمبه الصغيره وواحد الفيوزا عندي، غادي نوريها لكم حتى هي. مي كانت في الضو كيعطي واحد المنظر زوين، وحتى الضياف اللي كيجيو عندي كيقولوا لي ما عندنا ما نديرو بشي صاله، كيجيو يريحوا هنايا معايا في الكوزينه، كتعجبهم هنا هاد الكليسه. وغنوريكم هذيك الفيوزه اللي دايرها. البنات الفيوزه اللي قلت لكم عليها هي هادي، عندي هادي مرفعه، وعندي وحده اخرى جايه طويله، جايه في الغوز. صراحه زوينين زوينين بزاف. دايره هنايا التلفازه كما كتشوفوا، وحتى في هذا الحيط منايا دايره البابي بان. هنايا دايره هاد القجوره، راها تقريبا ايضا كاينه فيها هاد القجوره. هنايا دايره بحال تكيات، دايره فيهم السماوات تاع اي حاجه عندي هنايا دايرها في القجر. من بعد ان شاء الله الا بغيتو نوريكم الترتيب ديال القجوره كي كندير لهم، نوريكم. انا غادي نطفي لكم الضو باش تشوفوا المنظر كي غادي يجي. هانتوما راه زوينين زوينين ورخاص. انا خديتهم ميم عند واحد الكنكاري، لقيتهم كيبيعهم، خديتهم عليا. كاين شكلات بزاف، اي شكل بغيتيه كتلقايه. وبالنسبه لهادي هانتوما كتشوفوا كيف كيبان الشكل، وكيبان الديكور ديالها كيجي رائع. هانتوما نوريكم جهه اخرى. بالنسبه هنا لهاد البلاكار البنات، كما كتشوفوا دايره هاد الطويجينات الصغار. انا تقريبا كنحتاجهم غير في رمضان، هادو كيعجبوني كندير فيهم زيتون، ولا ندير فيهم العسل، ندير فيهم الزيت. اما بالنسبه لهنايا هادو كنت خليتهم على واحد السيد كيبيعهم في الانترنت، زوينين. دايره فيهم، دايره هنا لتحت الميكرووند، وهنايا دايره هاد الفران الصغير، وهنايا دايره هاد الاله ديال البانيني. هنايا هادي درتها هنايا باش كتجيني قريبه من كنبغي نسخن فيها شي حاجه. بالنسبه لهنايا هاد الطاجيره حتى هي درتها عاد، يلا خدمتها. راه غير الا رجعتوا للفيديوهات القدام غادي تشوفوا بلي كنت هادو حطاهم غير هنايا، كانوا كيديرونجيوني في الخدمه، درتهم هنايا في هاد الطاجيره. هنايا هادو دايره فيهم سكا، دايره هنايا. بالنسبه للبنات هاد القرائي اللي كتشوفوهم هنايا، هاد الزوج هادو كنت واحد النهار خرجت غير صدفه عند واحد السيد كيجيب حوايج ديال الالمان، ولقيت عنده غير هادو. كما كتشوفوا معايا حتى الزاج ديالهم زوين وغليظ، يعني حاجه زوينه. ما كرهتش كو كانوا عنده بزاف، كو راني خديت عليه، وكنت ديت عليه حتى واحد لابارين تاع كدا تنطوي بها الوجه، دير بها ماساج. رجعوا للفيديو ديال اللي كنت درت واحد الماسك تاع القهوه، غادي تلقاوه تما هذيك لاباراي. بالنسبه لهاد العلاقه ديال الفناجل، درتها هنا قريبه للقهوه، ودرتها قريبه للميكرووند. عندي الراجل ديالي كنلقى معاه مشكل في الفناجل، كيبغي يجبد الفنجان خصو يخربق لي كلشي البلاكار باش يجبده. درتهم له هنايا قراب، حيت ما مضروب على الناس كافي، درتهم له هنا قراب باش يجيوه ساهلين. بالنسبه هنايا دايره مولينكس ديالي قريبه هنايا باش نخدم بيها. عندي هذه ديال كان نطحن فيها البصله الرباع، هذه ديال البيض، راه ما بقاليش البيض هنا. هذه الا رجعتوا للفيديو تا هو ديال مشترياتي،
راني دايراها، راني كنت شريتها هي وشريت شي حويجات اخرين، شريت هذيك الشبكه اللي كنت شوفها لهيها، وشريت حويجات اخرين. المهم رجعوا لهذاك لا فيديو، رجعوا لذاك لا فيديو وغادي غادي تشوفوا المشتريات اللي كنت شريتهم ديك لقيتها. بالنسبه لهادي، هادي حتى هي خديتها على واحد السيد من واحد الجروب تاع فيسبوك، شفتو كيبيعهم. هنايا كديري بابي الومنيوم، هنايا كديري السلوفان. غي انا من عندي هذا هنايا كبير، هادي بلاصه الكارت، انا من عندي هذا السلوفان الكبير درتو هنايا بلاصه الكارت، اما هو ها بلاصته. بالنسبه هنا بالنسبه لها الطاجيره، هادي كانت هنايا، هادي كانت هنايا دايره فيها زيت العود، دايره فيها زيت العاديه، الخل ديال العنب اللي كنخدم به، دايره فيها هاد لاصوص، دايره الصوجا، دايره مهم حويجات ديالي اللي كيجوني قرب باش نخدم بيهم. بالنسبه لهاد البلاصه كانت عندي هنايا، كانت عندي هنا البوطه، رجعوا الفيديوهات اللي قبل غادي تشوفوهم. كانت عندي هنا البوطه وكدايره البوطه، بدلت السيستم، رديت البوطه هنايا، رديت هاد ديال القجوره هنايا، هادي ديال القجوره دايره فيها الحوايج المعينات ديالي اللي ما كنحتاجهمش، ما كنجبدهمش. دايره هنايا هاد البلاكر اللي كتشوفوا ديال حتى هي ديال البلاستيك، دايره فيها حويجات نسكافي، دايره فيها حويجات اللي كنستعملهم ديال الاكل. هنايا دايره الثلاجه ديالي. الله احباب ديالي، هنا غادي نخليكم، ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، ما تنساوش تدعموني لايك، واللي راها عاد جديده معايا مرحبا بك في القناه ديالي، واللي اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنساش ديري ابوني وتضغطي على الجرس باش يوصلك كل جديد، وبكم رحنا غادي للقدام. وكنشكركم بزاف 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 على لي كومونتير ديالكم الزوينين، وتهلاو فراسكم، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.